المشكلة ليست لم تبدأ من سوريا، المشكلة بدأت من الهند. فالهند لما زارها الوباء وكان هناك ذروة كبيرة لها، حصل انتشار كبير لهذا المرض الفطر الأسود بين السكان الهنود، وأشيع على أنه أصبح وباء، وما زالت حتى هذه اللحظة حالات نشطة منذ 3 أو 4 أشهر بالفطر الأسود. فانتقل إلى أذهان الناس وبمساعدة السوشيال ميديا ومن يريد يعني نشر أخبار طبية على أنه متلاصق مع الكورونا، وهذا شيء غير صحيح. اللي صار في الهند أنه في حالة وباء انتشرت بصورة كبيرة لحقها الفطر الأسود نتيجة حصول تلوث كبير، بالإضافة إلى الضغط على المستشفيات، وأدى إلى هذا الموضوع وانتشار المرض بصورة كبيرة. في مصر عندما توفي الممثل المصري سمير غانم، قال أخوه بأنه توفي بسبب الفطر الأسود، فاقترن بأذهان الناس أن هذا المرض هو تالي للكورونا، وهذا غير صحيح. ولكن ما هي استعدادات يعني في وسائل سوريا اليوم لمواجهة مرض من هذا النوع؟ طبعا يعني أنا كنت أستمع إلى التقرير ببداية الحلقة، المسؤول في دمشق قال يعني أن الموضوع يعني تم تهويله إعلاميا، لنقل مجازا بهذا الكلام. ماذا تم الإعداد لتجهيز الدواء المناسب لهذا المرض؟ لا يوجد لا حتى عند النظام ولا حتى في المناطق الأخرى في الجغرافيا السورية. حتى الدواء المخصص لعلاج هذا المرض والذي اسمه أنفوتريسين بي الآن متوقف، يعني الهند التي تصنعه الآن منعت تصديره لحتى تحل مشكلتها. النوع الصنف الموجود الآن في الأسواق هو صنف أوروبي أو أمريكي، وهذا يجب على المريض أن يشتريه. هلأ قبل أشهر كان سعر الفلاكون الواحد $50، اليوم سعر الفلاكون الواحد $100 إلى $150، حتى في مناطق النظام، يعني حتى في مناطق النظام لا تستطيع وزارة الصحة تأمينه للمريض. وهذا الدواء موجود في مناطق أخرى الخارج عن سيطرة النظام بأيد بعض المنظمات الطبية التي تغطي حالات مثل الأمراض السارية الأخرى أو ما يقال عنها الليشمانيا الحشوية، لكن مخصصات الدواء للليشمانيا الحشوية لا يتم يعني استخدامها لحالات الفطر الأسود. إذن الاستعدادات لمواجهة هذا المرض دوائيا هي استعدادات صفر، ومن يصاب بهذا المرض يجب عليه أن يشتري من السوق السوداء أو التهريب فلاكونات لعلاجه، والفلاكون وقد يحتاج 3 أشهر المريض للفلاكوني، فكل يوم تخيلي كل يوم يحتاج المريض فلاكون ب $100.